ما زلت عند رأيي إن الشخصية العامة لازم تتحط الأخطاء بتاعتها في حجمها ولا تتخذ ذريعة لاغتيال الشخص معنويا. يعني إيه بقى إن شاء الله؟ يعني مثلا لو لقيت أحد الشخصيات بيقول ارجع بدل ارجع، ارجع لرشدك فالأحلام دانية. وهنميزها ازاي فكرة ان هو لازم ارجع مش ارجع؟ احنا لما بنحب نجيب فعل الامر بنخش على المضارع الاول، فنان المضارع بيقول ايه؟ يرجع، ما بيقولش يرجع. وبالمناسبة فكرة الجيم هل نعطشها ولا لا، الاتنين يعني مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تعطشها وممكن لا. يعني الفكرة بس ان انت لما تيجي تعطشها عطشها صح، يعني ما تقولهاش ج ج ج لا، فرد وكأن في نص دال كده قبلها، ج ج يرجع يرجع كده، لكن مش يرجع جيش دي غلط. فالفكرة انك قلت يرجع ما قلتش يرجع صح، وبالتالي لما اجيب الامر هتشيل الياء وتحط الف تبقى ارجع. كذلك مش لازم نقصه لو لقينا نفس الشخص مش بينصب المضارع المنصوب مع ان سبقته اداة نصب. يعني احنا عارفين ان المضارع بيبقى مرفوع في العادي طبيعي بتاعه، ما لم يسبقه ناصب ولا جازم، مفيش اداة نصب ولا اداة جزم. فموضوع النصب ان بيبقى فيه قبله مثلا ان، لن، كي، حتى، لم التعليل، لم الجحود وهكذا، فساعتها انه لازم ينصب. لذلك لم يصب الشاعر فاروق جويدة لما قال الامس مات ولن تعيدك للهداية توبة عرجاء. مش بتاعتي دي. طبعا والصواب لن تعيدك مش دك. برضو مش لازم تقسو لو لقيت نفس الشاعر مكرر نفس الخطأ في نفس القصيدة في السطر اللي بعدها على طول. عادي كده. وإذا برئت من الدماء فلن تبرئك السماء. برضو مش عايزك تقسو لو لقيته بيكرر نفس الخطأ للمرة التالتة في نفس القصيدة في السطر اللي بعده على طول. مفيش ناس كده أبدا. لو سال دمعك ألف عام لن يطهرك البكاء. كلنا عندنا أخطائنا وجل من لا يسهو. تابعوني على النت الصحفي.